بتتكلم قبل أبريل 70 يعني العدو وقتها ما كانش قادر يسيطر على موقفه في حرب الاستنداف، ولذلك ارتكب جرم مدرسة بحر البار. ده فعلا علشان كده احساس عظيم بالكبرياء ان في 2021 سينا تتروي بمحطة معالجة بحر البار. طبعا انا شايف ان يعني حاجة هطلع برا ان شايف ان روح اكتوبر هي زي انت ما قلت هي اللي شغالة دلوقتي، هي اللي الدولة ماشية بيها بروح اكتوبر، اعادة البناء، اعادة التطوير، هي ده روح اكتوبر، ان انت بتشتغل هدف قدامك، هدف واحد بناء الدولة، او في 73 الانتصار واعادة الارض مرة اخرى. لا وبعدين لاحظ حاجة كمان اذا سمحت لي. اتفضل. الناس بدأت تكتشف حاجات في حرب اكتوبر مؤخرا. طبعا. يعني وده والله يعني مش يعني تقليل من حد او اساءة لحد او الكلام ده كله، لكن فكرة اختزال حرب اكتوبر وشخصنة حرب اكتوبر ده جهل امور كثيرة. بالظبط. النهاردة ابتدينا نتكلم ان كل الاسلحة اشتغلت ازاي، المعجزات اللي عملتها ازاي، الحرب نفسها كانت طبعا ايه، اعداد الدولة كان عامل ازاي، وفكرة احياء الذاكرة الوطنية باطلاق الاسماء على المشروعات القومية. يعني حتى شوف انت كنت في الفصل بتقول لي بنتك بتسألك او انت بتسألها عن اكتوبر وبتعرفها ازاي، بتعرفها طبعا ده مهم. انت مهم ليه؟ لان انت عندك جيل بقى وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا قاعدين قدامه. الحمد لله ان السوشيال ميديا ما كانتش وقت اعداد وقت الدولة للمعركة، وإلا كانت يعني كان هيحصل تخبط كبير. انت دلوقتي للأسف شديد ان في محاولات كبيرة جدا لاختراق الشباب واختراق عقول الشباب وتزييف الواقع وتزييف الحقائق في حرب اكتوبر، في كل الانتصارات كل الثوابت الوطنية، في كل الثوابت هو بيحاول يضرب لك الثوابت الوطنية عندك، فانت ما تبقاش عارف ليه حرب اكتوبر. زي المقال اللي انا كاتبه النهارده، هو بيسالني بيقول لي اشمعنى حرب اكتوبر، يعني واشمعنى شهر اكتوبر نقعد نتكلم عنها، ما هي حرب وخلصت. لا، ما هي مش حرب وخلصت، دي بلد عايز اقول لك كانت او العالم كله كان متخيل انها انتهت. لا، دي عادت مرة اخرى، ومش عادت مرة اخرى وبس، لا ده روحها وروح الحرب دي موجودة فينا لغاية دلوقتي، وظهرت في 30 يونيو. وظهرت في 30 يونيو ليه؟ لان كان في تهديد على الدولة، كان في تهديد، وكانوا فاكرينها انتهت، وكانوا فاكرينها انتهت برضو. لا، هي رجعت مرة تانية، ورجعت في حربك على الارهاب، وقدرت ان انت تقضي على الارهاب، ورجعت في تعمير سيناء. للأسف وصلنا للدقيقة 60 ومعها بتنتهي حلقتنا، بس احنا اتفقنا يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله هنصفي بقى وهم الثغرة، الوهم الكبير اللي اسمه الثغرة، هنصفيه يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. انا والاستاذ جميل عفيفي